اكتب يا قلم وسجل يا تاريخ واحفظ أن أهل الشام شعب جاهد رغم محاربة العالم كله للجهاد. سجل يا قلم واكتب واحفظ يا تاريخ أن أهل الشام شعب ناضل رغم الخيانة الدولية وخيانة العالم له، ولكن عنده عزيمة وشكيمة. نعم، كم نرى من الجرحى والضحايا، صبر أهل الشام ويقولون في نفوسهم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. عجبا لكم يا أهل الشام، شعوب الأرض في دعة وأمن، وهذا الشعب تنهشه القروح وتقولون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، رضينا بقضاء الله وقدره. عجبا لكم يا أهل الشام. ولكن السؤال لك أنت ماذا فعلت في الجهاد في بلاد الشام؟ إيش سويت؟ بعض الناس يقول يا أخي والله أنا مدني، أتعلم أن عند بشار جنود بشار ما في شيء اسمه مدني الآن؟ الكل مستنفر، ما في شيء اسمه مدني. لماذا؟ لأنهم جنود بشار، جنود بواسل، جنود يريدون أن يحموا بشار على عقيدة باطلة. أنا وأنت أولى أن لا يكون فينا مدني اليوم، أنا وأنت اليوم أولى أن لا يكون فينا مدني، لأننا جنود لله. إذا كانوا هم جنودا لبشار فنحن جنودا للواحد الغفار. المفترض أنت أن لا تشتغل اليوم بالدنيا، لا نقول يموت أهلك جوعا، لا، ولا نقول اترك التجارة، لا، ولكن إذا تاجرت فلا تنسى تجارة الآخرة، تجارة ربحها بين. أنت أيها القاعد عن الجهاد، هل تخاف من الموت في سبيل الله؟ الله جل وعلا أوجب عليك القتال، واجب يا إخوة على أهل الشام فرض عين على كل شخص يخرج للجهاد في سبيل الله. تظن أنك إذا جلست مع أهلك وفي بيتك والنصيرية والرافضة يتقدمون أنك لا تأثم؟ تأثم، لا تعتذر وتقول الفصائل كلها نصابين وحرامية، لا، هذا ليس عذر. الله جل وعلا يقول عن الذين كتب عليهم الجهاد ووجب عليهم الجهاد، يقول سبحانه وتعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. يا ويلك لو ما تجاهد، مو بس عذاب، ويستبدل قوما غيركم. أرأيت الذين يأتون من خارج الشام ويجاهدون وأنت جالس تتفرج فيهم؟ قد يكون هذا استبدال. أرأيت الذين يموتون أمامك شهداء ويأتون يضحون بأنفسهم وأموالهم من خارج الشام وأنت تنظر إليهم؟ إذا لم يكن هذا استبدال، أجل ما هو الاستبدال؟ في آية أخرى في سورة القتال يقول الله جل وعلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. يجيب ناس ثانين، قال الله ثم لا يكونوا أمثالكم. مو مثلك، أحسن منك يجي. أما تخاف على نفسك أن يعذبك الله ويستبدلك؟ اليوم ترى المفروض أي شخص يستطيع على حمل السلاح ما يجلس في بيته. أنت جالس عن الجهاد ليش؟ أتخاف من مواجهة الرافضة؟ أتخاف أن تغبر قدميك في سبيل الله؟ اسمع ولا تتردد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ويقول صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. ماذا تريد أكثر من هذا؟ ويقول صلى الله عليه وسلم من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. يعني بس وقت يسير، اصبر واحتسب. ويقول صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف. اليوم ما في سيوف، في مدافع وفي دبابات.
ويقول صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام وقيام شهر كامل. نعم، فلماذا الخوف من الجهاد في سبيل الله؟ الخوف الطبيعي من القذائف والدبابات ومن البراميل، هذا خوف طبيعي، ولكن تخاف من الموت في سبيل الله؟ يا غالي، اعلم أن الموت في سبيل الله تمناه الأنبياء وتمناه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده وددت أن أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. لماذا؟ لأن الشهادة مرتبتها عالية. هل تخاف من الموت في سبيل الله؟ الموت في سبيل الله من أغلى أمانينا اليوم. ذهبت الديار وذهب الأهل وذهبت الأموال والناس يتقدمون علينا في الأرض، فمن ماذا نخاف؟ ما دام أن الله جل وعلا وعدك بجنة عرضها السماوات والأرض إن مت في سبيل الله، فمن ماذا تخاف؟ عن جابر رضي الله عنه، وهذا في الصحيحين، عن جابر رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أين أنا إن قتلت؟ قال: في الجنة. مباشرة تدخل الجنة. قال: في الجنة. كان في يده تمرات فألقاها فقاتل حتى قتل. نعم، هؤلاء الذين يريدون جنة عرضها السماوات والأرض، ونحن نقول لا نخاف من الموت في سبيل الله، لأننا إذا متنا دخلنا الجنة مباشرة. الله جل وعلا في سورة التوبة يقول: وعدا عليه حقا، يقول: أوعدك أنني أدخلك الجنة. هؤلاء الرجال الصادقين الذين تحمل الأمة على أكتافهم، هؤلاء الذين إذا حملت الأمة على أكتافهم كانوا جبالا ورجالا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من المجاهدين الصادقين. ترى بعض الناس مهمة فقط ينظر على العالم، لماذا انسحبوا؟ لماذا فعلوا؟ لماذا لم يقتحموا؟ لماذا يؤخروا المعركة؟ لماذا كفري والفوعة ما اقتحموها؟ وهو جالس عند الصوبة مع النساء ومع الأطفال. كيف تنتصر الأمة؟ إذا أنا وأنت ما قمنا في سبيل الله، كيف تنتصر الأمة؟ ثم أشد من هذا من يجلس عن الجهاد ويمسك بابنه صاحب 18 سنة وعشرين سنة ويقول: لا تخرج معهم سأغضب عليك. لماذا؟ هل تظن أن الروافض سيطرقون على بيتك الباب ويقولون: تأذن لنا نقتلك؟ أترضى أن يأتوا من العراق ومن لبنان ومن إيران ومن الأفغان ومن الصين ومن روسيا ومن كل مكان ينتهكوا عرضك؟ أين أنت يا صاحب البلد؟ إذا لم يحرك ذلك في رجولتنا شيئا، فإن الدين والنخوة تتحرك. هل ترضى أن تبقى الجبهات كما هي ناقصة؟ اليوم الفصائل تصبر، غدا تصبر، بعد شهر تصبر، بعد سنة تصبر، وأنا وأنت نتفرج فيهم. طب وإذا انتهى العناصر؟ إذا انتهى العناصر لا نلومن إلا أنفسنا إذا رجع النظام وإيران في المعرة. نعم، هذه حقيقة. من اليوم راجع نفسك، إما أن تجاهد في سبيل الله وتنتصر وتدخل الجنة، أو تستشهد وتدخل الجنة، أو الله عز وجل سيعاقبك. وبعض الناس يتعذر بأعذار، وهي: يا أخي توحدوا تحت راية ثم ندخل معكم. من قال لك أن جهاد الدفع لا بد أن يتوحد الناس؟ تخرج ولو بنفسك، تخرج ولو تقاتل بالحجارة، لأننا في جهاد دفع. اليوم جهاد الدفع لا يشترط له راية، ولا يشترط له تجمع، ولا يشترط له شيء. صحيح نحن نريد الوحدة، ولكن إذا تعبرت ما تجلس في البيت. فمن اليوم أنا أقول: أين الرجل الذي يبايع على الموت في سبيل الله؟ أين الرجل الذي يبايع حقيقة على الموت؟ أين الرجل الذي يبذل نفسه في سبيل الله؟ أين هو اليوم؟ النصر ما يجي في مظاهرة ولا رفع علم ولا، لا لا لا، النصر مو ببلاش. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ لابد من الامتحان، لابد من الاختبار. مستحيل ينصرنا الله، مستحيل. ها
مستحيل ينصرنا الله ونحن لا زال فينا خلل. لابد كلنا نريد الآخرة، لابد كلنا نبذل أنفسنا في سبيل الله. أقل الأحوال إذا لم تخرج في سبيل الله يا أخي أبذل مالك، أبذل مالك، تعال وأعطي مال من مالك لمجاهد في سبيل الله، أخرج في سبيل الله، جهز غازيا معركة حاصلة، اذهب إلى من تثق فيه وأعطه المال لعله يخرج. نحن لا نخاف من الموت في سبيل الله، ونحن نبايع على الموت، ونحن نريد الشهادة في سبيل الله، ولكن مو أي واحد يحصل على الشهادة. الشهيد يا غالي لابد أن يكون عند الله غالي، لابد أن يكون عند الله غالي، يتخذه الله جل وعلا ويجعله شهيد ويدخله الجنة. من اليوم راجع نفسك، من الآن راجع نفسك، هل فعلا أنت تريد أن تكون مع القاعدين الذين كره الله بعاثهم فثبطهم، أم تريد أن تكون مع المجاهدين الذين ينصرون الدين وينصر الله عز وجل بهم الإسلام؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصرنا وإياكم، أسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم.